جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نتحدث إن شاء الله في محاضرتنا هاي أو الورشة هاي عن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة. بالحديث عن موضوع الشركات المساهمة العامة المتعثرة، طبعا الكل بعرف انه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 13 لسنة 2000 لوضع آلية للتعامل مع الشركات المساهمة المتعثرة. لكن السؤال اللي راح يخطر في بال الجميع، ما هي الغاية من هذا القرار؟ لماذا أصدرنا القرار؟ يعني طبعا طالما في عنا تشريع معناته في عنا مشكلة أو في عنا وضع معين نحن بحاجة إلى تنظيمه. بدنا نرجع خطوتين لورا، مش خطوة. بدنا نتحدث بالبداية إنه نحن بنتحدث عن شركات مساهمة عامة مدرجة. بدنا نتحدث عن فكرة الإدراج. عندما يعني نطرح سؤال ونقول ما هي الفائدة المرجوة من إدراج أسهم الشركة المساهمة العامة، مباشرة رح يكون في عنا مجموعة من الإجابات. الإجابة الأولى رح يجي شخص يقول لك تعطي فرصة لحملة الأسهم أصحاب الاستثمارات في الشركة المساهمة العامة أنهم يسجلوا استثماراتهم. أنا لما بدرج الشركة في السوق يكون فيها عرض وطلب، فمساهم مستثمر في هذه الشركة بأخذ فرصة أنه يسجل استثماراتي، أبيع هاي الأسهم إذا احتاجت إلى سيولة. رح يعطينا البعض الآخر فكرة ثانية يقول لك من فوائد الإدراج، طبعا ما بتخفى على حدا منكم أنه أنا بحصل على السعر العادل، أن يكون في عندي سعر يعمل وفق ضوابط ونظام واضح، تلتقي قوى العرض والطلب، فالمساهمين والمستثمرين في السوق من خلال آليات العرض والطلب المتوفرة في السوق يحصلوا على أسعار عادلة، غير لما بدهم يذهبوا بأي مكان ويبيعوا أسهمهم بدون وجود هذا السوق. لكن إذا نحن برضو بحثنا في الحكمة والغاية من الإدراج، نجد أنه الإدراج بفلسفته للشركات المساهمة العامة هو يوفر حماية لهؤلاء المستثمرين أيضا، لأنه نظام الإدراج أو قواعد الإدراج في أي بلد في العالم هي توفر فيه مجموعة شروط، ضوابط، قواعد بتخص الإدراج، بتخص الإفصاح على الشركة أنه تلتزم فيها. بالتزامها بهذه الضوابط والشروط هذا يعكس حماية أيضاً للمستثمرين. على سبيل المثال عشان نوضح الصورة، لما نتحدث عن شركة مساهمة عامة مدرجة في عليها مجموعة من الالتزامات اللي بتخص الإفصاح، كلها أنت كشركة مساهمة عامة يتوجب عليك الإفصاح عن البيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربع السنوية. معناته بهاي الإفصاحات المستمرة أو الإفصاح حتى عن المعلومات الجوهرية اللي بتطرح، المساهم بيكون مطلع على وضع الشركة، قادر على اتخاذ قرار الاستثمار في ضوء المعلومات والبيانات اللي والإفصاحات اللي بتتدفق خلال السوق. بالمقابل لو كانت هاي الشركة مش مدرجة ما عليهاش متطلب بالإفصاح من خلال متطلبات الإفصاح اللي موجودة عندنا كشروط مستمرة للإدراج، شوف أنت المزايا اللي راح يفقدها هذا المساهم. طيب شو علاقة الإدراج بموضوع إنه إحنا نحكي عن شركات متعثرة؟ في الآونة الأخيرة في عنا مجموعة يعني ليست عدد كبير من الشركات موقوفة عن التداول. هاي الشركات الموقوفة عن التداول إحنا عمالنا نحكي بعضها صار له موقوف أكثر من سنة ومن سنتين ومن 3 سنوات. طيب أنا كمستثمر أو مساهم في شركة مساهمة عامة انحرمت، يعني هل أنا الشركة مدرجة؟ نعم. الشركة موقوفة عن التداول أو معلق إدراجها؟ طيب شو استفاد المستثمر؟ فقد أول فائدة أو ميزة من الإدراج إنه يقدر يسير استثماراته، اللي هي زي ما قلنا الميزة الأولى اللي بتخطر على بال أي واحد لما نحكي له شو هي فوائد الإدراج. طيب أنا كمساهم الشركة مدرجة لكن موقوفة مش مستفيد. ننتقل هون لموضوع استبيان قياس ثقة المستثمرين اللي ظاهر عندكم في التنبيه. في الآونة الأخيرة هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بعقد استبيان لقياس ثقة المستثمرين. هذا الاستبيان كشف لنا أنه عدد كبير من الشكاوى والتململ والانتعاض من المساهمين والمستثمرين في
الأسواق. يقول لك نحن هاي الشركات الموقوفة محرومين من إمكانية إن نحن نسجل استثماراتنا. إلى متى سوف تبقى موقوفة؟ يعني الأعمال بمشي عليها سنة وسنتين وثلاث، هذا كله ضرر علينا. لما نرجع برضو نتحدث عن الإدراج وفلسفة الإدراج، هلا أسباب التعليق مختلفة. ممكن تكون هاي الشركات مثلا ما قدمتش بيانات مالية، ممكن بعض هاي الشركات يكون انخفض صافي حقوق المساهمين عن 50%. أسباب التعليق الإدراجي أو وقت التداول متعددة. طيب الهيئة أصدرت قرار بوقف تداول أسهم الشركة. طيب النقاش والحوار اللي صار دائما في وجهتين نظر، إنه بيقول لك هل تعليق الإدراج أو وقت تداول أسهم الشركة هو عقوبة أصبح على الشركة ولا أصبح عقوبة على المساهمين؟ ما بدنا ندخل بالجدل هذا، لكن حقيقة إنه المساهمين متضررين من وقف تداول أي شركة أو تعليق إدراجها. يضوء ما جاءنا من نتائج في الاستبيان ووجهات نظر وشكاوى من المستثمرين، كانت فكرة إنه نحن يجب أن نجد آلية كيف نتعامل مع الشركات المساهمة العامة المتعثرة. تم حقيقة إنه الهيئة أجرت دراسات لأوطان الممارسات العالمية بموضوع الإدراج وإلغاء الإدراج والتعليق وما يعرف بقائمة المتابعة الواتش ليست وما بعد وما غير ذلك. لما نتحدث هذا كله تم برضو بالتنسيق مع الأسواق، تم تشكيل لجنة وضمت أعضاء ممثلين من الهيئة وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي، واتفقنا الحمد لله وتم وضع الآلية بشكلها اللي صدر في القرار رقم 13 لسنة 2000 وتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة. الآلية ارتكزت على خلينا نقول موضوع تصنيف الشركات ضمن الفئتين، الفئة الأولى والفئة الثانية اللي هي منصوص عليها في نظام أو في النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع اللي قرر مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2000. في المادة 1 على 6 على 1000 تتحدث عن إنه الشركات المدرجة يتم تصنيفها ضمن فئتين. الفئة الأولى اللي هي بتضم فيها مجموعة شروط من الشروط، اللي بيستوفي هذه الشروط راح يكون بالفئة الأولى، من لا يستوفي هذه الشروط سوف ينقل إدراجه إلى الفئة الثانية. لما استعرضنا مجموعة هذه الشروط وجدنا إنه يعني هي شروط إدراج وليست شروط مستمرة حقيقة. مثلا لما نحكي إنه الشركة مقيدة لدى وزارة الاقتصاد، الشركة مثلا مضى على تأسيسها شركة سنتين وقدمت بيانات مالية لسنتين. اللي بهمنا من هاي المادة إنه أعطت صلاحية لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تضيف شروط أخرى لتصنيف الشركات ضمن الفئة الأولى. فكان هذا مدخلنا. لما تحدثنا مع الأسواق كان الحديث إنه هاي المواد ليست مفعلة، ونحن بدنا نشتغل على تحقيق الفئة الأولى والفئة من خلال إضافة شروط للفئة الأولى. قدرنا نتعرف على الشروط أو خلينا نحكي كيف يتم تصنيف الشركات المتعثرة ضمن الفئة. في محاضرتنا راح نتناول موضوع إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المتعثرة من ضمن تقريبا 7 لـ 8 أبواب. الباب الأول راح نتحدث فيه عن كيف يتم تصنيف الشركات المتعثرة ضمن الفئة الثانية. الباب الثاني راح نتحدث فيه عن إجراءات نقل الشركة بين الفئة الأولى والفئة الثانية. الباب الثالث نتحدث فيه عن إجراءات تداول الشركة التي تم نقلها ضمن الفئة الثانية أو إجراءات تداول ضمن الفئة الثانية. من ثم في الباب الرابع نحكي فيه عن متابعة أوضاع الشركات ضمن الفئة الثانية، لأنه نحن ما بنقلها فقط للفئة الثانية ونرجعها للتداول، نحن بنقلها لغاية متابعتها. بعدين راح نتحدث في الباب الخامس عن التزامات الشركة اللي مدرج ضمن قائمة الواتش ليست، ما هي الالتزامات عليها.
وفي الباب قبل الأخير اللي هو بيكون عنا الباب السادس راح نحكي عن نتحدث فيه عن أعمال اللجنة المشتركة اللي راح تتابع أوضاع الشركات الموضوعة على قائمة المتابعة الواتش ليست وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات. وفي الباب الأخير راح ننتقل للحديث عن ما هي الآلية التي سوف يتم توفيرها لنقل ملكية الأسهم بعد إلغاء التراجع. ننتقل لأمامكم رسم توضيحي. حقيقة أنا أفضل إنه هذا الرسم نأجله لنهاية محاضرتنا هاي على أساس إنه يكون ملخص لما سوف يتم شرحه أثناء هاي المحاضرة، لأنه هذا الرسم حقيقة هو تلخيص لمجموعة الإجراءات وكيف تم تنظيم آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة المتعثرة، بدءا من زي ما انتم شايفين المدخل، تصنيفها، وبعد ما يتم تصنيفها ضمن شرطين. فأنا راح أجل هذا الحديث عنه، راح أشرح المادة بعدين، نخلي هذا الرسم التوضيحي على أساس يكون ملخص مفيد ونجمع فيه أفكارنا بشكل نهائي. نبدأ بالباب الأول اللي هو تصنيف الشركات المدرجة ضمن الفئة الثانية. قلنا إنه نظام الإدراج الأوراق المالية والسلع قرار مجلس الوزراء وضع مجموعة من الشروط للشركات المدرجة في الفئة الأولى، والشركات التي لا تستوفي هذه الشروط تذهب إلى الفئة الثانية، وأعطانا نحن كهيئة صلاحية نضيف شروط. طبعاً هاي الشروط أضافها مجلس الإدارة، وضع شرطين لتصنيف الشركة ضمن الفئة الأولى، من لا يستوفي هذول الشرطين يذهب إلى الفئة الثانية، أو بمعنى آخر هذول الشرطين اللي ما بيستوفيهم هو يصبح شركة مصنف على أنه شركة متعثرة. الشرط الأول إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة 6 أشهر فقط. الشرط الثاني إذا بلغت الخسائر المالية المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مال. لاحظوا أنه الشرط الأول بخصوص تعليق الإدراج لمدة 6 أشهر فأكثر هو يعالج الحالة المعروضة علينا والمشكلة اللي كانت تواجهنا في ظل شكاوى المستثمرين وفي ظل الوضع الحالي للشركات الموقوفة وإمداد إيقاف الإدراج. برضو الشرط الثاني هو ضمن نفس المجموعة، نحن عمالنا بنحكي عن فكرة الشركة المتعثرة، برضو تم إضافة إنه الشركة اللي تبلغ خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع هاي تصنف على إنها شركة متعثرة وينقل إدراجها إلى الفئة الثانية. ننتقل للباب الثاني. بعد ما يتم نقل، بعد صنفنا الشركات قلنا هاي شركات الفئة الأولى، من لا يستوفي شروطها يكون في الفئة الثانية في ظل الشرطين اللي تحدثنا عنهم، اللي لا يستوفي اللي بتحقق فيه أحد هذول الشرطين، مثلا إذا تم تعليق الشركة 6 أشهر فأكثر أو بلغت خسائرها 50% فأكثر، معناته هاي الشركة راح تنتقل للفئة الثانية. هلا نقل إدراجها من الفئة الأولى للفئة الثانية هاي مسؤولية الأسواق المالية، وحقيقة إنه في تنظيم دقيق لموضوع النقل بين السوقين. القاعدة العامة إنه بمجرد سريان قرار مجلس إدارة الهيئة واللي هو راح يكون بدأ العمل به باعتباره من 1/7 لعام 2020، من 1/7 إن شاء الله راح يبدأ تنفيذ القرار. بمجرد دخول هذا القرار حيز التنفيذ سوف تقوم الأسواق بمراجعة الشركات المدرجة لديها وتوزيعها أو نقل إدراجها، يعني تصنيفها في المرحلة الأولى هاي أو في الخطوة الأولى راح يكون عملية تصنيف، راح أشوف مين اللي راح يكون في الفئة الأولى ومين اللي راح أنقله على الفئة الثانية. طيب هاي كخطوة أولى. ما بعد ذلك عندما نتحدث عن استمرار تطبيق القرار وتنفيذ أحكامه، راح تكون آلية النقل في نهاية كل سنة بعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة. يعني انتهت سنة 2020، تم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة،
السوق راح يتولى في ضوء البيانات المالية الموجودة لديه مرة في السنة، يقول لك هاي الشركة عندها خسائر أكثر من 50% تنزل للفئة الثانية. طيب شركة نقلناها للفئة الثانية وجدنا أنه خسائرها انخفضت لم تعد ضمن حدود 50% فأكثر، نزلت لغاية 20 أو 10، نعيدها للفئة الثانية. تمام. هلا عنا نحن بموضوع نقل الإدراك قلنا أنه بمجرد سريان القرار السوق راح يعيد تصنيف الشركات ضمن الفئتين. بعدين السوق راح يضله يتحدث، السوق راح يضله يتابع الشركات على أساس سنوي مرة في السنة في ضوء البيانات المالية. لكن في عنا حالة خاصة هي الشركات المساهمة العامة تم إيقافها أكثر 6 أشهر فأكثر، هاي لن تنتظر حتى صدور البيانات المالية. هذه مجرد الشركة ما مضى على إيقافها 6 أشهر فأكثر مباشرة يقوم السوق بنقلها إلى الفئات. هلا بالحديث بعد ما ننتهي نحن من موضوع إجراءات نقل إدراج الشركة من الفئة الأولى للفئة الثانية، راح نتحدث في الباب الذي يليه اللي هو الباب الثالث عن إجراءات التداول على أسهم الشركات بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. الباب الثالث اللي قلنا فيه إنه إجراءات التداول على الشركات المدرجة في الفئة الثانية، الشركات الموقوفة لمدة 6 أشهر فأكثر نقلناها للفئة الثانية، بمجرد نقلها للفئة الثانية يتم إعادتها إلى التداول. أما بالنسبة للشركات اللي بلغت خسائرها متراكمة 50% فأكثر، فبدنا ننظر إذا كانت موقوفة تعاد للتداول، إذا كانت متداولة تستمر للتداول. إذن الغاية أنا من تصنيف الشركات ضمن الفئة الأولى والفئة الثانية، ولما بنقل الشركات المتعثرة للفئة الثانية أنا برضو بدي أعيدها للتداول أو يستمر التداول عليها، لأنه الفكرة كلها من مشروعنا أنه نحن بدنا نتعامل مع هاي الشركات، يكون في عنا آلية عشان نساعد هاي الشركات تصوب أوضاعها، في نفس الوقت إحنا نجد آلية للاستجابة لطلبات المستثمرين تمكينهم من تسييل استثماراتهم. فبالنقل إلى الفئة الثانية تعود الشركة إلى التداول، لكن عودتها للتداول تخضع لمجموعة من الإجراءات والضوابط. الضابط الأول أو الشرط الأول إنه الشركة الفئة الثانية سوف تعرض على شاشة منفصلة. إذا بنرجع على السلايد اللي قبلي لو سمحتي، شكرا. الشرط الأول لإجراءات التداول مع الشركات إنه هي تتم عرض شركات الفئة الثانية في شاشة منفصلة عن شركات المدرجة ضمن الفئة الأولى، لأن راح يكون في الأسواق شاشتين، شاشة لشركات الفئة الأولى تضع فيها أو تدرج فيها أو تظهر عليها خلينا نقول شركات الفئة الأولى، وشاشة لشركات الفئة الثانية تظهر عليها شركات الفئة الثانية لتمييزهم عن بعض. برضو لغايات تمييز الشركات الفئة الثانية عن الفئة الأولى سوف يقترن باسم الشركة فئة التصنيف، يعني راح يكون اسم الشركة مقترن برقم 2، هذا الرقم 2 يدل على الفئة الثانية لأنها مصنفة ضمن الفئة الثانية، في حين أن شركات الفئة الأولى سوف يقترن رقم 1 اللي هو يشير إلى الفئة الأولى. طبعا هذا بيفيدنا لما نتحدث عن وسائل نشر المعلومات، لما يكون عندك تيكرتين تمر قدامك بعرض أسعار الأسهم أنت بتكون شايف رمز الشركة وجنبها رقم 1 فبتعرف إنه هاي الشركة ضمن الفئة الأولى، لما تشوف رقم 2 بتعرف إنها ضمن الفئة الثانية. لكن راح يسألني البعض سؤال، هذا سؤال وجيه جدا، إنه إحنا ليش بنصنف الشركات ضمن الفئتين؟ احنا ما بنتحدث عن هذا التصنيف لغايات التعامل مع الشركات المتعثره، لكن في جميع الاسواق مختلف دول العالم لما يكون في عندك ادراج يكون في عندك فئات ادراج يسموها مثلا السوق الاول والسوق الثاني وممكن السوق الثالث، او بيسموها الفئه الف والفئه باء والفئه جي، او ممكن تلاقيهم بيسموها مثلا يعني اي وبي وسي، تختلف التسميه، لكن هي الغايه منها انه تساعد المستثمرين عشان يعرف انه لما تكون شركه مدرجه ضمن الفئه الاولى
إذن هذه الشركة تستوفي مجموعة من الشروط، بينما الفئة الثانية هي لا تستوفي الشروط المطلوبة في الفئة الأولى. فنعرف إنه الشركة اللي بالفئة الأولى كاستثمار أفضل من الشركة بالفئة الثانية، أو أنها استيفائها وتحقيقها لمجموعة من شروط الإدراج ومتطلبات الإدراج والإحصاء، إذن هي في مركز أفضل من الشركات اللي بالفئة الثانية. بيكون عارف انه يوجه استثماره الى شركات موثوقه او مركزها المالي اقوى او ظروفها افضل. بنرجع لاجراءات التداول اللي قلنا انه تطبق على الشركات المدرج في الفئه الثانيه. قلنا انه شاشه منفصله، ان يقرن باسم الشركه بفئه تصنيفها، لما نحكي عن الفئه الثانيه معناته راح يكون رقم 2. ثم ايضا راح طبق قرار مجلس الإدارة رقم 32 لسنة 2019 الخاص بالإجراءات الشركات المدرجة أسهمها والبالغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر. هذا القرار مثل ما بتعرفوا الشركات اللي بتبلغ خسائرها 20% لغاية 50% يضع جنبها اللون البرتقالي، بينما الشركات اللي بتزيد خسائرها عن 50% يضع جنبها اللون الأحمر. برضو هاي الآلية راح تستمر. والأهم من ذلك كله في حديثنا عن إجراءات التداول إنه نحن نتحدث عن سوف يكون هناك إفصاح يصدر عن السوق، إفصاح يوضح للمستثمرين ما هي واقع هاي الشركات التي تتداول من خلال الفئة الثانية، ما هو مركزها المالي، ما هو مخاطر الاستثمار في هذه الشركات، ما هي الظروف التي وضعتها بالفئة الثانية وسمحت بالتداول عليها، كله بهدف حماية المستثمرين. راح يكون في إعلان أو إفصاح من السوق بعد نقلها إلى الفئة الثانية وعند إعادتها للتداول، يوضح جميع هاي الأمور حتى يكون المستثمر اللي بده يدخل يستثمر في هاي الشركة على بينة إنه هي ما هي ظروف التداول ضمن الفئة الثانية، وأن هذه الشركة تخضع لقائمة متابعة، أن هذه الشركة وضعت في هذا الفئة لتصويب أوضاعها، وأن مركزها المالي لها ظروف مالية وظروفها المالية وهناك مخاطر على الاستثمار. بعد حديثنا عن إجراءات التداول رح ننتقل للباب الرابع. في الباب الرابع رح نتحدث عن كيف يتم متابعة أوضاع الشركات المدرجة ضمن الفئة. في الباب الرابع تابع أوضاع الشركات المدرجة ضمن الفئة الثانية، قلنا سابقا أنه الشركة تنقل إلى الفئة الثانية وتعاد للتداول أو تستمر في التداول حسب واقع الحال ضمن مجموعة إجراءات وشروط محددة يقوم السوق باتخاذها، لكن ليست الغاية هي من كل نقلها للفئة الثانية أن تعاد للتداول. هناك إجراءات تصحيحية تصويبية تستهدف هذه الشركة لهذه الغاية. يشكل فريق أو لجنة تضم، وسوف يكون هناك لجنة مشتركة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي، سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، فتضم هاي اللجنة ممثلين. طبعا راح يترأس اللجنة الهيئة، راح تضم ممثلين عن الهيئة وكذلك سوف تضم ممثلين عن الأسواق المعنية، وإمكانية أن تضم أيضا ممثلين من مصرف المركزي وهيئة التأمين حسب واقع الحال. يعني إذا كنا نتحدث عن شركة مصرف أو بنك فراح تضم هاي اللجنة بالإضافة إلى ممثلين الهيئة والأسواق ممثل عن المصرف. إذا كنا نتحدث عن شركة تأمين متعثرة وعمالها بتخضع على قائمة المتابعة والإجراءات هاي راح يكون في عنا ممثل من هيئة التأمين. الهدف والغاية من هذه اللجنة تقوم بمتابعة أوضاع الشركات المدرجة ضمن الفئة الثانية، تقوم بما يعرف بالواتش ليست، قائمة المتابعة. يعني نحن بنحط هاي الشركة على القائمة المتابعة، واللجنة تكون معنية بمتابعة تصويبها وتوفيقها لأوضاعها ضمن مهلة زمنية راح تتراوح بين العام والثلاثة أعوام. الآن بعد ما قلنا إنه في لجنة مشتركة
مسؤولة عن متابعة أوضاع الشركة. الشركة التي نقل إدراجها إلى الفئة الثانية وسوف تتداول ضمن الفئة الثانية وسوف تخضع لقائمة المتابعة عليها مجموعة من الالتزامات سوف نوضحها في الباب التالي اللي هو الباب الخامس. الباب الخامس من محاضرتنا هاي راح نتحدث فيه عن التزامات الشركات المدرجة ضمن قائمة المتابعة. في التزامين مباشرين على الشركات المدرجة ضمن قائمة المتابعة. الالتزام الأول هو أن تقوم بتزويد الهيئة والسوق بخطة لتصويب أوضاعها. هاي الخطة لتصويب الأوضاع يجب أن تكون معتمدة من مجلس إدارة الشركة ومن قبل جهة فنية توافق عليها الجهة فنية أو جهة ذات خبرة فنية بتوافق عليها. الباب الخامس راح نتحدث فيه عن التزامات الشركات المدرجة في قائمة المتابعة الواتش ليست. في التزامين مباشرين على الشركات المدرجة ضمن قائمة المتابعة. الالتزام الأول هو أن تقوم الشركة بتزويد اللجنة المشتركة بخطة لتصويب أوضاعها. هاي الخطة تعتمد من مجلس إدارتها ومن جهة ذات خبرة فنية توافق عليها الهيئة. كما أنه الالتزام الثاني على الشركات المدرجة ضمن قائمة المتابعة أن تقوم بتزويد اللجنة المشتركة أيضا كل 3 أشهر أو عند الطلب بإفصاح عن مدى التزامها بخطة تصويب الأوضاع وعن مدى التزامها بمتطلبات قائمة المتابعة ومدى التزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح. بعد ما تحدثنا عن التزامات الشركات المدرجة ضمن قائمة المتابعة سوف ننتقل في الباب الذي يليه واللي هو الباب السادس عشان نتحدث عن مهام لجنة المتابعة أو ما سوف تتوصل إليه لجنة المتابعة بعد تقييمها لأوضاع الشركة. الباب السادس تحت مسمى قرارات اللجنة المشتركة بشأن الشركات المدرجة ضمن قائمة المتابعة. قلنا في البداية أنه اللجنة المشتركة بتضم ممثلين عن الهيئة والأسواق والجهات المعنية في الدولة لها مهمة وهدف رئيسي هو أنه أتابع أوضاع الشركة في المتابعة، أتابع مدى التزامها بتصويب أوضاعها، مدى التزامها بخطة تصويب الأوضاع، مدى تمكنها من استيفاء متطلبات وشروط الإدراج، وبناء على هذه المتابعة اللي ممكن تمتد من سنة إلى 3 سنوات، أو هي من سنة إلى 3 سنوات، يعني تكون سنة قابلة للتمديد 6 أشهر أو كسنة أخرى، لكن لا تتجاوز 3 سنوات. بالنهاية اللجنة راح توصل لأحد قرارين أو أحد توصيتين، كل 6 قرارات هي توصيات. التوصية الأولى إنه الشركات اللي مدرجة ضمن قائمة المتابعة تمكنت من تصويب أوضاعها وتحقيق متطلبات قائمة المتابعة واستيفاء شروط ومتطلبات الإدراج، بالتالي ترفع توصية إلى الهيئة والسوق لنقل إدراج هذه الشركة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى. هذا ما نأمله إن شاء الله من هذه العملية كلها والإجراءات اللي راح نتخذها. في حالة ثانية إنه لم تتمكن الشركة من تصويب أوضاعها وتوفيق نفسها مع شروط وطلبات الإدراج، راح يكون أمام اللجنة أحد توصيتين. التوصية الأولى ما في معنى إنه هاي الشركة تبقى في الفئة الثانية وتستمر في التداول ضمن إجراءات التداول في الفئة الثانية، أو أن ترفع توصية للهيئة والسوق بإلغاء إدراجها. طبعاً عندما نتحدث عن إلغاء إدراج الشركة راح يكون عندنا في مجموعة من الضوابط والإجراءات التي سوف يتم اتباعها. أهمها أنه راح تقوم الهيئة بعد ما تصدر قرار إلغاء الإدراج بإخطار الشركة بموعد إلغاء الإدراج خلال 30 يوم من صدور القرار، ومن ثم سوف يقوم السوق بالإعلان خلال 30 يوم عن قرار الهيئة بإلغاء الإدراج. وما هي الآلية البديلة للمساهمين الراغبين لنقل ملكيتهم في الشركة الملغى إدراجها؟ لأن نحن قلنا أنه هذا القرار يقوم على فلسفة أنه نحن بدنا نجد حل لمشاكل المستثمرين
نتيح لهم آلية للتداول ونقل الملكية. إذا وصلنا للنتيجة التي نحن إن شاء الله ما في أي نوع أي شركة من الشركات راح تدخل في هاي القائمة توصل لها، لكن إذا وصلنا لنتيجة أن هناك توصية بإلغاء الإدراج، برضو يجب أن يكون هناك توفير آلية مناسبة تمكن المساهمين الراغبين بنقل ملكياتهم أنهم ينقلوا هاي الملكيات. وهذا ما هو حديثنا راح يكون في الباب السابع عن آلية نقل ملكية أسهم الشركات الملغى إدراجها. طبعا سوف تقوم الأسواق بوضع ضوابط فنية وتشغيلية تعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع لغايات تنظيم نقل ملكيات الأسهم من خلال خارج القاعة أو ما يعرف بـ OTC over the counter. إذا في مجال حاليا ننتقل للرسم التوضيحي، أنا قلت راح أخليه لنهاية المحاضرة على أساس نلخص نحن الخطوات والإجراءات اللي راح تمر فيها الشركات. أخت شفا، ما بعرف إذا الرسم مش واضح، ممكن ناخذ الرسم التوضيحي مع الوورد فايل. إن شاء الله الرسم واضح للجميع. شكراً أخت شفا، بارك الله فيك. حسب الرسم التوضيحي، الإجراء الأول هو كما قلنا تصنيف الشركات المتعثرة ضمن الفئة الثانية، أو هاي العملية اللي نحن شرحناها ووضحناها على أنها إضافة شروط للفئة الأولى، حيث أنه وضحنا شروط الإدراج في الفئة الأولى، شروط الإدراج في الفئة الثانية. الشرطين اللي ضفناهم، من لا يستوفيهم أو من يتم ويتحقق عليها هذين الشرطين سوف ينقل من الفئة الأولى للفئة الثانية. إذن المرحلة الأولى اللي هي تصنيف الشركات المتعثرة قامت بها الهيئة من خلال إصدار القرار ووضعت الشرطين اللي راح نتحدث عنهم لما ننتقل للإجراء التالي. شوفوا بالإجراء التالي، نحن لما نحكي إنه الشركة ينطبق عليها الشرطين، في عنا مراجعة قائمة الشركات المدرجة عند إقرار ضوابط وبشكل مستمر. السوق معني في الإجراء، في هذا الإجراء راح يكون عنا سؤالين. السؤال الأول، هل بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة 6 أشهر فأكثر؟ إذا كانت الإجابة نعم، فتنقل الشركة في هذه الحالة إلى الفئة الثانية. السؤال الثاني وهو، هل أظهرت البيانات المالية المدققة للشركة خسائر متراكمة 50% فأكثر؟ إذا كانت الإجابة نعم، وأيضا يتم نقل الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. هذا الإجراء مطلوب من السوق. إذا الإجراء الأول اللي هو كان مطلوب من الهيئة أن تضع شروط تصنيف للشركات المتعثرة، الإجراء الثاني بتطبقه السوق بمراجعة الشروط، ومن تتحقق عليه هذه الشروط يتم نقله من السوق الأول إلى السوق الثاني. في الإجراء التالي برضه من مسؤولية السوق، اللي هو بعد ما نقلنا الشركة سوف يتم إعادة التداول أو سوف يستمر تداولها حسب واقع الحال. عند الحديث عن التداول في مجموعة من الإجراءات اللي ذكرناها، واللي منها أنه يكون تداول شركات الفئة الثانية على شاشة منفصلة، أن يقترن اسم الشركة بفئة تصنيف الفئة الثانية، أن توضع علامة مميزة للشركات اللي خسائرها 20% فأكثر اللون البرتقالي، 50% فأكثر اللون الأحمر. فهذا الإجراء قلنا برضه هو إجراء مطلوب من السوق. هلا الإجراء الثالث واللي هو مراد في اللجنة المشتركة، قلنا بعد ما نقلنا الشركة للفئة الثانية تمت إعادة التداول حسب إجراءات ومتطلبات السوق، سوف تخضع لمراقبة بما يعرف بقائمة المتابعة أو الواتش ليست، تتولى مهام هذه قائمة المتابعة اللجنة المشتركة لفترة زمنية من سنة إلى 3 سنوات. مهمتها هي متابعة قيام الشركة بتصويب أوضاعها وتلبية المتطلبات
شروط الإدراج والإبصار. وهنا سوف يكون أمام اللجنة أحد خيارين، أو سوف تتقدم بحد توصيتين في ضوء النتائج التي تظهر لديها. إذا الشركة تمكنت من تصويب أوضاعها سوف ترفع توصية إلى الهيئة والسوق لإعادتها للتداول ضمن الفئة الأولى. هون من نرجع بعد ما ترفع هاي التوصية للهيئة والسوق يتم التشاور بين السوق والهيئة، فإذا تقرر إعادة إدراجها إلى الفئة الأولى يقوم السوق بنقل إدراجها إلى الفئة الأولى ويعلن عن ذلك. في حالة ثانية لم تتمكن الشركة من تصويب أوضاعها تكون اللجنة المشتركة أمامها أحد خيارين أو قرارين أو توصيتين، خلينا نقول بشكل أدق التوصيتين، هي أن توصي باستمرار تداول الشركة المدرجة ضمن الفئة الثانية، تستمر حسب إجراءات التداول الفئة الثانية، ثم التوصية الأخرى أنه هاي الشركة من غير ممكن استمرارها في التداول توصي للهيئة بإلغاء إدراجها، ويتم التشاور بين الهيئة والسوق لإصدار القرار النهائي. وفي المقابل يتولى السوق برضو مهمة، إذا نطلع على مهمات السوق الإجراء في الوسط نجد أنه السوق عليه أن يوفر للمساهمين الراغبين بالتداول ما يعرف بآلية تسمح لهم بالتداول خارج القاعة في OTC. في النهاية اسمحوا لي أشكركم على حسن استماعكم. إذا في حدا عنده أي سؤال بحب يستوضح أو أي استفسار يتفضل. شكرا لحسن الاستماع.